الأمطار الغزيرة المتساقطة على مدينة وهران في الأيام القليلة الماضية كانت وراء سقوط طابقين بعمارة هشة بحي كارتو بقلب المدينة، محدثا حالة هلع وسط الأسر القاطنة بهذه العمارة. جاري الفوق مالغري دار دي بتي بريكول، الماء طاح عليه، طاح كيهود الماء تعمرت الدار تاعه، زاد الماء ولا يهود، تعمرت البلافون، شرب 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 شرب، سمعنا القطره طيح، حكمنا الصغار هربناهم، ومن بعد امو مو ابري طاحت هذه الجهه اللي راكم تشوفوا فيها. عيطنا بليزيغ فوا البومبيه 15 ابل عيط لهم 500 بومبا. العمارة التي تقطنها 11 عائلة مصنفة ضمن البنايات الهشة منذ سنة 1983، إلا أن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا. وعنا كاع الوثائق الرسمية، هل عنا سيرتيفيكا دو بيريل دوبوي 1983، والمسؤولين تاوعنا قالوا لنا صبروا، احنا صبرنا وما زرنا صابرين، بصح لي مبل ما صبرش. راكم تشوفوا الحالة اللي رانا فيها حالة يرثى لها، برحمة الوالدين نطلبوا من السلطات تتدخل. البارح من 4 تاع الحشية رانا مكشوفين، رانا مغبونين، القطرة فراشنا مشمخ، حالتنا حالة وليداتنا برا. حال هذه العمارة الكارثي ستكون عواقبه وخيمة في حال لم تتدخل السلطات الوصية في ترحيلهم. في حي ليست به غير هذه العمارة المهددة بالسقوط.